أعتقد السيد مستشار الأمن الوطني كان جريء وشجاع في طرح الحقائق كما هي، يعني خصوصا خلال زيارته لموقع الجريمة الإيرانية وكذلك في المرة السابقة. لكن نذكر يعني أؤكد أن الإطار التنسيقي هو يذهب نحو السيناريو أو القصة الأطروحة الإيرانية اللي هي أطروحة مضللة، أطروحة غير صادقة، وبالتالي تحاول تشتيت أو تشويه الأفكار لدى الرأي العام لإثبات صحة نظريتها. وفي الواقع حتى لو كان هذا الموضوع صحيح، إذا افترضنا جدلا، لا يحق لإيران قصف العراق بالصواريخ. وهنا هذا ما كنت سأسألك عنه دكتور غازي. مسؤولون إيرانيون اليوم يتحدثون عن ترتيب مع الحكومة العراقية للقيام بالقصف الإيراني على أربيل. هل ما يطرح منطقي اليوم؟ وهل تسمح هذه الاتفاقية الأمنية المبرمة ما بين البلدين بذلك بعملية القصف؟ نعم، هذا غير صحيح. يعني لا يمكن لحكومة أو سلطات أمنية تعقد اتفاقية مع بلد آخر تأذن له بالقصف متى يشاء وضمن أطروحات قد لا تكون صحيحة على الإطلاق كما يحصل مع إيران. وأيضا ما هو معنى قصف إيران لبلوش في باكستان، وتعرض أيضا إيران للقصف الباكستاني، وإعلان القيادة الإيرانية استعدادها لحرب إقليمية. ماذا يعني دعم إيران المطلق للحوثيين صواريخ وحرس ثوري وتدريب ودعم لوجستي وإثارة المشاكل والحروب في البحر الأحمر؟ ماذا يعني دعم إيران لحزب الله المطلق الذي دمر النظام السياسي في لبنان؟ واليوم لبنان أكثر من 90% تحت مستوى خط الفقر. هناك بشر يموتون لهروبهم بالبحر. سوريا اليوم مدمرة بسبب السياسات الإيرانية لتأجيج العنف والحروب والمواجهات وتفكيك النظام. استراتيجية إيران في العراق والشرق الأوسط خطيرة جدا. أكيد ستقوم هذه الأجهزة والمؤسسات الإيرانية الحكومية والحرس بتضليل الرأي العام. لا ننسى أن إيران تدرك تماما حجم المشاكل الداخلية الخطيرة. هناك أكثر من 35 مليون إيراني تحت مستوى خط الفقر، 7 ملايين من الشباب عاطلين عن العمل. هناك مشكلات اقتصادية، التضخم، مشكلات التجارة. كل هذا تحاول تعكس إيران في علاقات للعنف مع المحيط الإقليمي، تصدير الأزمة الداخلية نحو الخارج عبر الحروب. وهذه كارثة على إيران وكارثة على دول المنطقة.